كلهم يصادف 10 حزيران يذكرنا بالفاجعة اللي وقعت في 10/6/2014 وسقوط مدينة الموصل بيد داعش الإرهابي. ردت أتفقد قطعاتي أولا، واثنين أطلع على الخطط، تعرفون الخطط العسكرية تحتاج إلى إدامة باستمرار وتحتاج إلى إعادة النظر باستمرار، لأن العدو ليس ثابت، عدو عبارة عن مفارز صغيرة منتشرة مستغلة الجغرافيا. هذه الفترة هي معركة استخبارات، لأن العدو غير معروف، العدو تحت الأرض، فالاستخبارات شقد يكون جهدها أفضل. والحمد لله استخباراتنا حقيقة في كافة يعني الصنوف، سواء كانت استخبارات الجيش أو استخبارات الاتحادية أو الشرطة الاتحادية أو استخبارات الحشد الشعبي أو استخبارات مكافحة الإرهاب، كلها تعمل وتصف في إناء واحد، والمعلومات جيدة، وإحنا بنحصل على معلومات ننفذ عمليات نوعية. إحنا حقيقة هسه أنشأنا مراكز تنسيق مشترك بيننا وبين قوات البيشمركة، وهذه موجود مركز في ديالة ومركز في كركوك ومركز في مخمور ومركز في الموصل، وإن شاء الله بدأت عملها، وحتى إن شاء الله لاحقا راح ننشر قطعات على طول الخط اللي يفصل بين القوات الاتحادية وحرس الإقليم، والأمور تسير بالاتجاه الصحيح.